السلام عليكم. كما كتعرفوا احنا واحد الشعب حميمي عزيز علينا الجماعه والزحام وعزيز علينا نجمعوا بعضياتنا. ماشي علاش عندنا جوج الحوايج اللي يقدروا يجيوك على غفله، هذيك اللي ما كتعلمش والضياف. احنا الشعب الوحيد اللي ما كيعرفش حاجه سميتها التليفون. والو يا لطيف سرق كينزل عليك الضيف. انا ديك الضيف واحد القضيه اللي ما كتعجبنيش، خصوصا فاش كنت صغير كتدخل للدار فرحان فاش كتسمع راه كاين شي ضيف. لحقاش زعما كتعرفو جايب لك شي حاجه، ولكن واحد القضيه ما بغاش تدخل ليا للراس هما دوك الفلوس كان كيعطيونا الضياف. طبيعة الحال الضيف فاش كان كيبغي يمشي كان كيدور معاك، وغير كيمشي كتسولك امك علاش كتشد الفلوس من عند الضياف. مرة اخرى حاول ثاني كيجي مثلا عمك ضيف يبغي يدور معاك. ولكن كتفكر ديك الطشه ديال امك كتوحل. علاش ما شديتيش فلوس من عند عمك؟ المهم الضربه كانت فيك كي شديتي كيما شديتي. يا ليام. ولكن الضياف ما تنساوش بلي راهم ماشي بحال فيهم انواع. كي الضيف اللي كيجي كيتقبل لك الدار كلها بالقر، انا عباد الله كيرجعوا لك بحال البغريره. فاطمه وابنيتي فاطمه تجيب لي هذيك الطفايه. وا فاطمه كادي مطم كادي ما كتسمعش هادي. ثم كاينين شي ضياف كيجيو غير كيحيدوا الصباط. بنيتي هكاك حتى تصبط لي هاك. اي ثم كاين واحد الضيف داك اللي كلكم عارفينه، هذاك اللي ما كيحشمش يجيب لك نص كيلو ديال الليمون ولكن خصو يخرجو منك. هانت انا جبت لكم واحد نص كيلو ديال الليمون، عرفتي عاد بزز باش تشطرت معاه باش خلى لي بربعه دراهم. هاك هاك بصحه وراحه هاك. داك نص كيلو ديال الليمون خصو تخرجو منك ماكله وشراب ونباته وحمام ونقيش وبيجامه في الاخر. سمحوا لي غادي نبرزتكم، انا غادي نمشي والله الا سمحوا لي رتقالت عليكم. قول لي داك نص كيلو ديال الليمون جيبي لي عافاك ندير للوليدات. ثم كاين واحد الضيف اللي كيجي معاه شي مخلوقات عجيبه عرفتوهم، غير كيدخلوا للدار ما كاين غير شخشخ هرس دكدك. حمزه الطريح واش هاد الدراري بسلامتهم؟ والله الا في الدراري لا تكونوا مهدين ما عرفتش شنو جاهم. المهم انا شويه وغادي نوض. وهذا اصلا كاين نوع بوحدو ديال الضياف، كل 5 دقائق خصو يقول لك راني تعطلت خصني نمشي. في الاخر كيصدق جالس مع الشي وفاطر في الغد ومغدي هذا ماشي. يا ربي ثم كاين واحد الضيف اللي كلكم كتعرفوه، الضيف القوالبي. هاد الضيف بالعاني ديما كيقودها لك مع الظهر عاد يبدا جاي باش يتغدى بيان سور. وفاش كيدخل اش كيقول لك؟ والله عطينا وجهك. الله 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 كتغداو؟ الله سمحوا لي جيتكم لقيت الغدا. الله يسمحوا لي بزاف 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 جاي مع الظهر اش غيتلقانا كنديرو؟ كنلعبو كاندي كراش؟ غادي نكونو كنتغداو. لا والله ما الضيف اللي خاصك تحضي راسك منه هو داك الضيف البركاك، ملي يدخل عندك هو كيدور في عيني. هي 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 انتوما بالسلامة شريتو البلازما وشريتو الكليماتيزور وبدلتو الصالون. هي 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 تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هي 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 صافي مشى الصالون بالتقواس. ثم اخر نوع ديال الضياف اللي الله يجينا ونجيكم منه هو داك الضيف اللي خلق لي في التاريخ اكثر من الجراد كيدوز على الاخضر واليابس. جد الان ابرا ابراهيموفيتش يحاول يسهل المباراه على الاجري والميلان وهدف جميل عالمي يا ولد سهلها سهلها يا كبير 1-0 من زلاتان ابراهيموفيتش هدف عالمي هدف مونديالي يا زلاتان. اكل يا سينا صاحبي ولي 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 هلا والله. ايوا سيدنا الحلقه ديالنا سالات كالعاده، ما تنساوش انكم تخليو لنا واحد لايك وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وبطبيعه الحال ما تبخلوش علينا بواحد سبسكرايب لاشين باش يوصلكم ديما جديد الحلقات. تهلاو فراسكم.